طيب خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 26 للدوري المصري وختام الجولة 31 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة أجازة عيد الربيع، وده وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأنه يكون يوم الاثنين 17 إبريل أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، هيلتقي الزمالك مع المقاولين العرب الساعة 9:15 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع سموحة. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ختام الجولة 31 من عمر المسابقة، هتكون مباراة ليفربول مع ليدز يونايتد الساعة 9 بالليل.